الرجل الأعمال القدير وشاعر أيضا المعروف في محافظة رأس النورة الشيخ حمد العشلان، رئيس شركة العشلان وأيضا نائب رئيس لجنة المناسبات في محافظة رأس النورة. نرحب فيك لظهورك عبر شبكة الفارس، وكلمة منك بمناسبة افتتاح هذه البطولة الجميلة التي تقدم من بلدية محافظة رأس النورة. أول شيء الله يحييكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونشكره على نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الحكيمة مولاي الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهد الأمين وولي العهد. والحقيقة بهذه المناسبة أشكر الأمير سعود بن نايف على اهتمامه بمحافظات المنطقة الشرقية وبذل الجهد في كل ما يخدم الوطن والمواطن. أما بالحقيقة في هذا الملعب وفي هذه المناسبة أشكر رئيس بلدية رأس النورة على جهوده الجبارة، الذي حقيقة رجل أثرى على المنطقة من أستلم بلدية رأس النورة تغير ملحوظ، منشآت معدة زي ما تشوف تخدم الوطن، تخدم المواطنين، تخدم الشباب، نشكره عليها. أشكر محافظة رأس النورة، أشكر رجال الأعمال في محافظة رأس النورة على التفافهم حول المحافظة ودعمهم الصخي لهذه المحافظة في جميع المجالات، في اليوم الوطني، في أي مناسبة من المناسبات تلقى رجال أعمال رأس النورة موجودين من أول ما تقدم لهم دعوات بالحضور. طيب طال عمرك في جانب الشعر، طبعا عارفين انك مجهز لنا بيت شعر، ودنا لو الجمهور يستمتع معانا بالابيات الشعريه. الله يحييك. الحقيقه الشعر موجود في اي محفل، معد حقيقه قصيده في اليوم الوطني، ولكن ان شاء الله بيجي لاي يوم اللي اقولها فيه. اما بالنسبه لهذا الموقع فانا الوطن وولاة الامور لهم واجب علينا، حطيت بيتين فاقول الله يعز دولتنا ويحفظ ملكنا، الله يعز دولتنا ويحفظ ملكنا، والله يضفي علينا بالامن والامان، يا سعود بن نايف حن جنود الوطن وفي رحيمه رجال في المواقف تبان، يا سعود بن نايف حن جنود الوطن وفي رحيمه رجال في المواقف تبان. صح لسانك، لسانك طال عمرك، يعطيكم العافيه. الشكر موصول لكم حقيقه لجهودكم الواضحه على عيون الجميع، والله يعطيكم العافيه ويكثر خيركم وما قصرتم. شكرا جزيلا، ياك الله يبارك. تسلم.